الله سبحانه وتعالى في كتابه أمرنا أن نطيع أولي الأمر. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من مات على مفارقة السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. أنا أدعو المصريين جميعا إلى أن يعقلوا عن الله ما يريده منهم وعن رسوله ما يطلبه منهم. نريد محمد مرسي يعود كما إحنا انتخبناه بإرادتنا. لماذا تذهبون بإرادتنا وتضربون بهذه الإرادة عرض الحائط؟ تغيير نظام الحكم في عصرنا لازم يكون بأحد ثلاثة وسائل. الوسيلة الأولى ممكن تكون بطريقة ديمقراطية، وسيلة الأخرى عن طريق القوات المسلحة. إذا كان القوات المسلحة هي التي تستطيع أن تطيح بالحكم وتأتي بحكم آخر، يعني هذا أيضا كأكثر بلادنا العربية كلها قامت عن طريق التغلب، يسموه الفقهاء التغلب، عن طريق القوة العسكرية. نحن ندعو المصريين جميعا أن يخرجوا، اخرجوا من بيوتكم أيها المصريين، أيها المصريون، لا تتركوا الأمر يزداد، لا يستطيع هؤلاء أن يفعلوا معكم شيئا. اخرجوا من بيوتكم كلكم، اخرجوا. الرجل يخرج وامرأته تخرج والأم تخرج وبناتها تخرج وأولادها يخرجون، حتى الأطفال المميزون. اخرجوا، اخرجوا من بيوتكم، هذا فرض عين على المصريين. أنا أجد أن معي من الإخوة العلماء، اتحاد العالمي العلماء المسلمين وعلماء الأزهر في مصر، اخرجوا أيها المصريون، لا تخافوا، إما أن يعيشوا شرفاء سعداء وإما أن يموتوا شهداء.